في أغراض ولعب وحط تخت، بحط لون التخت بسوي أحمر وورد أبيض فيه هيك أبيض، بحط عليه بحط حرفه اللي المجموعة حرفه، بحط الهدوم فيه وبحط الأغراض وصوتي هيك، وحط اللعب فيه وبلعب فيه، يعني بسوي كل شيء إيش بدي أسوي بلعب هيك يعني. وصلنا يعني من هون ساكنين بهاي الغرفة 4 سنين، وننام هين فيها وناكل فيها وكل شي فيها نسوي ونبرق فيها.